رقم 9 حناخذ واحدة مهمة كثير. كيف بتمر معنا بالمنهاج؟ لما بنشوف التابع عبارة عن واحد على مقدار. واحد على أي مقدار تابع لإكس. هون فينك أنت تقول مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في الوسط على مربع المقام، هي الطريقة العامة. بس فينك تكون أذكى من هيك وأسرع من هيك، بتقول فتحة إكس فظا هي ناقص مشتق المقام مباشرة على مربع المقام. يعني شو بصير معنا هون؟ ناقص نجمة فتحة على نجمة مباشرة بدون ما تطول الموضوع على نفسك. مثال، تعال ناخذ مثال. اف اكس بيساوي 1 على اكس، بدنا نشتقها. هذا اشتقاقي على ارض نجمة واحد. يلا. ناقص مشتق المقام 1 على مربع المقام مباشرة. فهي قاعدة، واحد على اكس مشتق ناقص واحد على اكس مربع، وين ما شفته. من وين جاي؟ جاي من هون. عام لسه من قاع سوري، اسرع لسه من قاعة الحادي عشر واللي هي مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام. مثال آخر، أنت عندك واحد على جذر اكس وبدك تشتقه. يا فتحة اكس مين بيقول لي؟ واحد على الجذر بيعطيه مجموعة اشتقاق لها؟ مو أربعة هذا لا الصفر مفتوح؟ زاد. يلا اشتقي ناقص شو هيك ناقص مشتق المقام واحد. شو مشتق المقام؟ المقام عبارة عن جذر، مشتق ما تحت الجذر على ضعف اي الجذر، هذا ناقص مشتق المقام. ناقص مشتق المقام، مشتق لهذا على مربع المقام، يعني على اكس بتنزل هي اللي عند هي الاول مقلوب الثاني، تصير ناقص واحد على 2 اكس. هي سريعة جدا بتساعدكم كثير. تمام؟ ناقص 1 على 2 اكس جذر اكس. شو صرنا اي رقم؟ 10. رقم 10 رح نتعرف على مشتق الساين والكوساين. اف اكس يساوي تابع لساين. خلينا نقول ساين نجمة. مو اكس. اي تابع لاكس، اكس مربع 2 اكس 1 على اكس شو ما كان. فتحه اكس، طبعا في شغله كثير مهمه. هي شو اسمها هي؟ زاويه. هي شو اسمها؟ نسبه. ساين كوساين تانجنت كوتانجنت اسمها نسب مثلثيه. وهذيك شو اسمها؟ زاويه. فالقاعدة تقول مشتق الزاوية، مشتق الزاوية ضرب كوساين الزاوية. هي طلع عني اسمها مباشرة عم ترجع مشتق الساين كوساين، انتهى الموضوع. في شغلة قبل هي مشتق الزاوية، يعني هي نجمة فتحة بمين؟ بكوساين مين؟ بكوساين نجمة. أنا أقول مثال عليه. اف اكس يساوي ساين 2 اكس. عم صعبها شوي، دور 2020 العام الماضي. كانت ساين 1 على اكس. اجوا الطلاب شو اشتقوها؟ كوساين الواحد على اكس. كثير من الطلاب انضربوا فيه. قاعدة مو هي. يلا. فتحة اكس. هذا اشتقاق على ارض نجمه، طبعا الصفر قاعد المهم. اعطونا اياه والله شو؟ ناقص واحد على اكس مربع. نجمة فتحة يعني مشتق الواحد على اكس، ليك استاذ هذا. مشتق الواحد على اكس ناقص واحد على اكس مربع، هيدي النجمة فتحة. ناقص واحد على اكس مربع والساين يقلب كوساين المقدار نفسه.
بعرف الاختبار اذا بتتذكر كان السؤال الاخير. طبعا بالفيزياء، تعالوا نروح على الفيزياء شوي. كيف عم يشتقوا؟ مرر لكم فيزياء مع ال او خليني انا مشتق تابع السرعه في اليسار. ساين بيكون معكم اوميجا صفر تي زائد. الفرق بين الفيزياء والرياضيات طبعا هي بدنا نشتقها. بالرياضيات المتغير المجهول هو اكس، بالفيزياء هو تابع زمني هو التي، فبتعامل التي مثل الاكس بالفيزياء. يعني لو بدك تشتق تعتبرها الاكس هي مين؟ هي التي. فبدنا نشتقها لها. هاي نسبة هاي الزاوية. مشتق المقدار هذا ليك القاعدة. مشتق الزاوية يعني مشتق لها. التي درجة أولى. الدرجة الأولى بناخذ مشتقها هو الأمثال بنقول أوميجا صفر. والفاي عدد مشتقه صفر. فمشتق الأوميجا صفر تي هو أوميجا صفر. أنت شو دور بالفيزياء؟ تقول أوميجا صفر عم تطلع لبرا. هي ليه عم تطلع لبرا؟ لأن احنا عم نشتقها للزاوية. أوميجا صفر والساين كوساين يقلب شو؟ كوساين وبترجع الزاوية مثل ما هي. هون مشتقها بالفيزياء وهي من وين جاية؟ من أصلها من الرياضيات. ملقط مؤقت. وصلنا على تابع الكوساين. إذا عندنا اف اكس بيساوي كوساين، شو عم نرمز لها بشكل عام؟ نجمة. اف فتحة اكس بتكون شوفوا هونيك شو قلنا بالساين؟ قلنا مشتق الزاوية بكوساين الزاوية. هون ناقص مشتق الزاوية يعني ناقص نجمة فتحة بكوساين بساين الزاوية. والكوساين بترجع شو بتصير؟ ساين. هذا الفرق بينهم في إشارة ناقص. مثال كوساين 3 إكس زائد 2 فتحة إكس يلا. أول شو بنحط؟ ناقص مشتق الزاوية 3 والكوساين شو بينقلها؟ ساين. ترجع الزاوية كمان. بالفيزياء مشتق تابع المقام بتتذكروا؟ اكس يساوي اكس ماكس بكوساين اوميجا صفر تي زائد فاين. هذا عم نشتقه بالفيزياء. عم نقول اكس فتحة بالنسبة للزمن واللي عم يطلع هو تابع مين؟ تابع السرعة. شوفوا هون كيف عم يعملوا بالفيزياء. هذا عدد. طيب شو اخذنا بالقاعده رقم 3 اظن؟ قلنا العدد بنحطه على جنب ما بنشتقه، صح؟ نشتق مع بعض العدد، يعني الامثال ما بنشتقها بنتركها لحالها. فبتضل الاكس ماكس اكس ماكس. والفيزياء ليكو هذه احيانا في طلبه عم يحطوها ناقص، بعمرها ما كانت الاكس ماكس هون سالبه. عم يطلعوا تابع المطار عم نعمل اختبارات هلا. عم يحطوها سالبه. هذه دائما شو؟ موجب. نجي لهون، السالبة من وين بتجي؟ شو بتجي؟ من مشتق تبع الكوساين. هلا رح اشتقها لهي. قلنا بالفيزياء المتغير هو تي مثل الاكس بالرياضيات. بتقول القاعدة ناقص ليك كوساين. كوساين نجمة. ناقص نجمة فتحة يعني مشتق المضمون. ناقص اوميجا صفر. شو مشتق اوميجا صفر تي؟ اوميجا صفر امثالها لأن هي درجة أولى امثالها. والفاي مشتقه؟ صفر. والكوساين شو بينقلب؟ ساين. بصير مرة ثانية ساين اوميجا صفر تي زائد. فانت شو عم تحطه مباشرة؟ ناقص عم نحطها من هون. الاوميجا صفر عم نقول عم تطلع لبرا. هي ليه عم تطلع لبرا؟ لان هي مشتق الزاوية. والكوساين يقلب ما زال يقلب. هذا تابع السرعة تبع مين؟ تبع الكوساين. تابع السرعة ما بتشتقه بيرجع تابع التسارع. ليك تعلمنا كيف نشتق مين؟ الساين مرة. نجي على 12. طانجان هذا سهل. هلا بشكل عام اذا انت ما عرفت تشتق الطانجان بتروح بتعملها ساين على الكوساين لان هي قاعده. طانجان تيتا هي ساين تيتا على الكوساين تيتا وبتعملها مشتق كسر مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط. اذا هذا اذا ما عرفت
بس من هذا اللي بيقرأ معنا تانجان إكس، هذا مشتق سهل. الفتحة إكس هو مشتق الإكس يعني الواحد على كوساين مربع الزاوية مباشرة. رح فيدنا بالدرس الأخير كمان بالتكامل، التكامل عكس الاشتقاق. بدي أسألك شو أصلي لهذا؟ قلت لي هذا. مو هذا مشتقات؟ بالدرس الأخير بنسأل شو أصلي لهذا؟ بنقول مين؟ الكوتانجان، بتعرف الكوتانجان؟ الكوتانجان هو مقلوب الطانجان. يعني هو مين؟ كوساين على ساين. إذا بتقلب الكوساين على كوس بصير اسمه كوتانجان. فمشتق الكوتانجان ناقص واحد على ساين مربع الزاوية. طبعا هذا له طريقة ثانية، أو واحد زائد طن مربع إكس، هي طريقة أخرى لاشتقاق الطن. يا هيك؟ يا هيك. أحيانا نختم بهيدي القاعدة الحلوة، بيكون معك جذر بس ما له جذر تربيعي، مثلا جذر تكعيمي. شو رقم هي بالله؟ 13. مشتق الجذر شو نسميه؟ ليس تربيعي. جذر المرتبة 3 4 5 شو؟ هون نحول الجذر إلى قوة. كيف بنحول الجذر لقوة؟ تعال ناخذ مثال. إذا أنت عندك جذر نجمة أس أ والجذر من المرتبة ب، كيف تعمل القوة؟ تكتب الأساس اللي تحت الجذر الجواني على الرغم داخلي على الخارجي، يعني بصير نجمة أس على بي. فأنت بهالعملية شو أمنت؟ أمنت إنك عملت الجذر قوة. لذلك شوف الجذر التربيعي، شوف أمثلة هنا. الجذر التربيعي لإكس هي نفسها إكس أس نص. منين عم تجي النص؟ شوف فوق الإكس في واحد، برا ما في شيء. بالجذر لما ما بنشوف شيء بسموه جذر تربيعي، يعني هون في اثنين بس مشفرة ما بتبين. فلما ما بنشوف على الجذر هون رقم هذا بيكون جذر تربيعي. شوف هذيك، شوف هذيك واحد. جذر التكعيب الـ X هي إكس أس، شو الأس هون؟ واحد على، شوف الرقم هون تكعيب؟ ثلاثة. جذر تكعيب الـ X مربع. إكس أس 2 على 3. فبنكون عملناها عملنا الجذر قوة، بعدين بنطبق مشتق قوة اللي أخذناه قاعدة رقم 3 أو 4، بننزل الأس والنقص، تعال ناخذ مثال عليه. fx يساوي جذر التكعيبي لx مربع، بدي اشتقها لهي. طلاب بس شوفوها مشتق ما تحت الجذر أضعفها الجذر، خطأ صفر، لأن هذا ما هو جذر تربيعي. هذا جذر تكعيبي. f فتحة x، ركز. لا سوري. قبل f فتحة x قلنا بنعملها قوة. بنمكيجها، بنظبطها. ناخذها على الكوافير. يلا اعملوها قوة. اكس اس 2 على 3. هلا هذه تنوب عنها هي نفسها. نجي هلا. الفتحة اكس. ليك يلا. بننزل الاس. طبعا اخذنا القاعدة بمكان اخر، بفيديو اخر. جي اس ان فتحة، ان بتنزل لتحت. بتنقص من الأس واحد بمشتق ما تحت الأس، هي القاعدة للقوة. بننزل الأس يعني 2 على 3. بننقص من الأس واحد يعني 2 على 3 ناقص واحد بمشتق ما تحت الأس واحد. نظبطها 2 على 3 بإكس أس 2 على 3 ناقص 1، واحد المقامات. 2 على 3 ناقص 3 على 3 ناقص 3، انتهى الموضوع. ب
بتكون اشتقيتها. وإذا بدك ترجع بتعملها جذر، كيف؟ بتصير 2 على 3 وبتنزل هي لتحت، بتصير X أس 3. نختم فيها، آخر جواب. 2 على 3 على جذر تكعيبي، بس رجعت لهي جذر تكعيبي. وإذا بدك هسه منظر أخير، تعمل 2 على 3 جذر تكعيبي، فمشتق لها هو. إذا إجانا جذر ما هو جذر تربيعي، نعمل أول شيء شو؟ قوة، بعدين نرجع نشتقه على قاعدة القوة. صارت 8 دقائق؟ فظيع.